السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار بمؤسسة دبي للعلامة، تحية تأتيكم من محمد سالم، ورحب بكم والتقيكم عبر نشرة سما الإمارات، فأهلا وسهلا بكم. ونبدأ بأهم العناوين. نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي يقود فرسان الإمارات للفوز بسباق القدرة البريطانية. وفي نشرتنا الليلة، الغوص واستكشاف المجهول في أعماق البحار، مغامرات تسجلها عدسة أبناء الإمارات. هو شغف لاستكشاف المجهول وهاجس رافق صاحبه منذ الطفولة. المغامرة هي العنوان، والرحلة لم تخلو من مخاطر كثيرة، ميدانها البر والبحر أينما وجد التحدي والإثارة. سجلت الكاميرا خلالها مشاهد قلت مثيلاتها في قيعان البحار وحول الجزر، وخرجت إلى النور بعدها أفلام وثائقية كثيرة وصل بها أصحابها للعالمية، لتبقى مفخرة لهم تسجل باسم الإمارات. فريق ماغرينو للاستكشاف والمغامرات يهدينا بعضا من مشاهده النادرة التي التقطتها كاميرا الفريق عبر سنوات. تفاصيل المغامرة مع عمر الشعالي. بمهارة كبيرة وحرفية عالية، كانت الرحلة لأكثر من 15 عاما التقطت الكاميرا خلالها أروع المشاهد للكائنات والنباتات البحرية المختلفة. يأخذنا هنا قائد فريق ماغرينو سلطان بن الشيخ بن مجرن عبر هذا المشهد مع أكبر الأسماك في العالم، هي قرش الحوت. قرش الحوت ليست من الثدييات كالحوت المعروف، ونسميها في الإمارات الشر. قرش الحوت أو الشر تتغذى على الأسماك الصغيرة والعوالق، وهي ليست مؤذية بل ومسالمة. قرش الحوت أو الشر هي من الأسماك المحمية في العالم. هذا الطائر البحري نسميه بالمحلية اللوهة، وهو يتغذى على الأسماك ويقطص إلى أعماق قد تصل إلى 50 قدما. وهذه هي سمكة الأونكليس أو الحنكليس. المشهد القادم من المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي، وتحديدا في منطقة أم الشيف البحرية. هذه السفينة غارقة هنا منذ 30 عاما، وهي قابعة على عمق 130 قدما. تحتوي هذه السفينة على عدة طوابق لسكن البحارة وعدة ارتفاعات، ونستطيع ملاحظة الرادار، برج المراقبة والبرج العلوي. وهناك مخازن للطعام والمشروبات الغازية. يعتبر حطام السفن الغارقة من أفضل المواقع أو المشدات الطبيعية لتكاثر الأسماك ونمو الطحالب والأعشاب البحرية. هذه السفينة استأنستها مجموعة من أسماك الهامور، وهي من أكثر الأسماك المرغوبة على المائدة، وتعتبر هذه البيئة الأنسب لها للتكاثر والسكن كموقع آمن. وهو مشهد نادر جدا أن يتجمع قرابة 500 هامور بهذه الطريقة وفي هذه المساحة. مشاهد رائعة سجلها هؤلاء الشباب باسم الإمارات في عدة محافل، وهم ماضون قدما في رحلة الاستكشاف والمغامرة. ومن المغامرة والاستكشاف نشرتنا تنتهي، وإليكم أبرز عناوينها. وكان في نشرتنا الليلة، الغوص واستكشاف المجهول في أعماق البحار، مغامرات تسجلها عدسة أبناء الإمارات. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة، وأترككم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.